من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين لا زال حديثنا حول علم الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاة والسلام فطائف من علومهم ترتبط بعلمهم بالقرآن الكريم والكليني رضوان الله تعالى عليه عقد بابا في الكافي تحت عنوان باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه كله. في هذا الباب يروي روايات متعدده عن الائمه عليهم الصلاه والسلام بان الائمه هم الذين جمعوا القران الفاظه ومعانيه تفسيره وتاويله وكل ما يرتبط به. إن القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله أراد له أن تكون المعجزة الخالدة للرسول في جميع الأعصار لأن الله سبحانه وتعالى أرسل أنبياءه ورسله بمعاجز ليتبين الصادق من الكاذب، ادعاء النبوة سهل، وفي طول التاريخ كان هناك أناس متنبئون يدعون النبوة كذبا وزورا، ولكنهم كانوا أذكياء بحيث يتمكنون من خداع الناس، وخاصة في الأماكن التي تنتشر فيها ينتشر فيها الجهل والأمية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم حجته على الخلق أجمعين، ليتمكنوا من تمييز الصادق من الكاذب. رسول الله محمد يدعي النبوة صدقا ومسيلمة الكذاب يدعي النبوة كذبا فكيف للناس وخاصة الأميين منهم البسطاء منهم كيف لهم أن يميزوا بين الصادق من الكاذب والله سبحانه وتعالى بإرسال الأنبياء يريد إتمام الحجة على الناس. فإذا كيف يميز الناس؟ التمييز يكون عبر المعجزة الظاهرة الباهرة التي يتمكن من معرفة الإعجاز فيها كل أحد، لذا ترى معاجز الأنبياء معاجز واضحة آيات بينات موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام جاء بالعصا التي تتحول إلى ثعبان مبين وتلقف ما يأفكون، وجاء باليد البيضاء، وجاء بتسع آيات أخرى. هذه الآيات كل الناس يلتفتون إلى صدقها حتى مثل فرعون. الذي أراد أن يخدع الناس قال إنها سحر، لكن كلامه تبين بطلانه حينما جاء السحرة وسحروا أعين الناس، لكن عصا موسى تحولت إلى ثعبان فالتقفت ما يأفكون، ولذا السحرة علموا أن ما جاء به موسى هو إعجاز وليس سحرا، ولذلك آمنوا. فالحجة تمت عليهم وعلى غيرهم وعلى فرعون وعلى غيره. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام جاء بمعاجز واضحة ابراء الأكمة بإذن الله، ابراء الأبرص بإذن الله، إحياء الموتى بإذن الله. هذه أمر هذه أمور يعرفها كل أحد حينما يراها، لا تحتاج إلى أن يكون الشخص عالما ذكيا لكي يلتفت إلى إعجازها هذه معجزة ظاهرة واضحة وحينما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه واله أيضا الرسول جاء بالمعاجز الباهرة الظاهرة كشق القمر وكحنين الجذع وتكلم الضاب وحركة الشجرة وما إلى ذلك ومجموع ما روي من معاجز لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله حسب ما ينقل بعض العلماء أربعة آلاف معجزة لكن حينما كان المقرر إرسال الأنبياء والرسل تترى بعضهم يتبع بعضا زين تأتي معجزة هذا النبي مات ومات معه الجيل الذي كان يعيش زين الجيل الثاني الثالث الرابع قد يمكن التشكيك في بعض هذه المعاجز كما الآن بعض الملحدين يشككون في معاجز عيسى عليه السلام يشككون في معاجز موسى عليه السلام لأن الزمان طال أكثر من ألف عام ثلاثة آلاف أعوام أربعة آلاف أعوام بمرور الزمان القضية تفقد تواترها كما يزعمون أو يتمكنون من التشكيك يشكك هذه قضية ليست متواترة هذه خرافات هذه أساطير هذه كذا هذه كذا زين النبي اللي بعد ذلك النبي السابق يأتي يأتي بمعجزة الحجة بعد يأتي نبي آخر الحجة وهكذا إلى أن شاءت الإرادة الربانية الله سبحانه وتعالى شاء أن يختم الأنبياء زين الذين كانوا معاصرين لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله شاهدوا كثيرا من معاجزه لكن الاجيال البعديه لم يشاهدوا تلك المعاجز الان احنا في زمان بعد رسول الله اكثر من 1400 عام زين. يمكن واحد يجي يشكك في شق القمر واحد يجي يشكك في حنين الجذع واحد يجي يشكك في تسبيح الحصاد في يد رسول الله واحد يجي يشكك يقول هذه روايات ضعيفه هذه روايات كذا هذه مو ثابته فالله سبحانه وتعالى أراد أن يتم حجته لأهل جميع الأزمان من بعد رسول الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فجعل أهم معجزة لرسول الله محمد صلى الله عليه واله معجزة خالدة يتمكن أن يراها جميع الناس في جميع الأعصار. الآن إحنا نريد نشوف معجزة النبي محمد صلى الله عليه واله، هذه المعجزة موجودة. القرآن. الذين كانوا معاصرين لرسول الله محمد صلى الله عليه واله كانوا يستمعون الى هذا القران ونحن نستمع الى هذا القران بنفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ القران من التحريف انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لكي تبقى هذه المعجزه الخالده لجميع الناس في جميع الازمنه لا يمكن التشكيك فيها، زين، انت تشكك في شق القمر بس هذا القران، ائت بمثله تتمكن تاتي بمثله؟ وقد تحدى القران الناس وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، 1400 عام واكثر هذا التحدي موجود ولم يتمكنوا من ان ياتوا بمثل هذا القران، طبعا جانب الفصاحه هذا جانب من جوانب اعجاز القران، والا الجوانب الاعجازيه في القران كثيره وقد ذكر بعضها المفسرون في تفسير هذه الايه من سوره البقره، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. هناك ذكروا الجوانب المختلفه للاعجاز القرآني بعض الجوانب أشار إليها القرآن وبعض الجوانب أشارت إليها الأحاديث وبعضها جوانب استنباطية. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا من جوانب إعجاز القرآن، القرآن نزل في 23 عام في ظروف مختلفة لكن لا اختلاف فيه. سمو ورقي التعاليم التي موجودة فيه. وهكذا وهلم جرَّة. إذا هذه المعجزة الخالدة الله سبحانه وتعالى حفظها، والله حينما يريد شيء تتحقق إرادته سواء في الجانب الإرادة التكوينية أو الجانب الإرادة التشريعية، والله سبحانه وتعالى في جانب إرادته التكوينية قد يكون عمله لا على طبق القوانين الطبيعية التي هو جعلها، وقد يكون عمله على طبق القوانين الطبيعية التي جعلها، فعل الله سبحانه وتعالى هكذا. الله خلق عيسى هذا خلاف القوانين الطبيعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى، خلقه من غير أب. لكن يخلق سائر الناس بالقوانين الطبيعية التي هو جعلها ان ان يكون عن طريق التزاوج بين ذكر وانثى والله سبحانه وتعالى يخلق الانسان افرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه ام نحن الخالقون بالنسبة الى حفظ القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى شاء ان يحفظ القرآن الكريم حفظه كان عن الطريق الطبيعي ومع امكان وعدم قصور الطرق الطبيعيه الله سبحانه وتعالى لا يغيرها الى اسباب غيبيه. الله قادر لا فرق بين الاسباب الغيبيه او الاسباب الطبيعيه، لان الاسباب الغيبيه الله سبحانه وتعالى هو الذي سنها الأسباب الطبيعية أيضا الله سبحانه وتعالى سنها، لا فرق في ذلك، كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى لا فرق بالنسبة إليه أن يخلق إنسان من دون أب أو أن يخلق الإنسان من أب ومن أبوين، لا فرق في ذلك. لكن لحكمة الله سبحانه وتعالى سن القوانين الطبيعية. تارة القوانين الطبيعية قاصرة أو هناك مسألة أهم لكي تخرق تلك القوانين الطبيعية، فالله سبحانه وتعالى حكيم اختار القانون الطبيعي الان في هذه القضية يختار القانون غير الطبيعي كما في خلق عيسى. لكن إذا الأسباب الطبيعية لم تكن قاصرة ولم يكن هناك مصلحة في تغييرها إلى أسباب أخرى غيبية، فالله سبحانه وتعالى يجري الأمور عبر الأسباب الطبيعية زين حفظ القرآن هل الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه فرق بين أن يحفظ القرآن بالأسباب الغيبية أو بالأسباب الطبيعية؟ كلا لا فرق هل كان يمكن حفظ القرآن بالأسباب الطبيعية؟ نعم لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن عبر الأسباب الطبيعية زين شنو هي الأسباب الطبيعية؟ أن رسول الله صلى الله عليه واله كان يتلو القرآن وكان يأمر بكتابة القرآن. لذلك هناك مجموعة من الصحابة كانوا كُتّاب الوحي. يعني كمهنة رسمية، الآيات التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه واله كانوا يكتبونها. وكان هناك قرآن حسب ما يظهر من بعض الروايات، هذا بين المنبر وبين جدار المسجد، فاصلة كانت. هذا القرآن كان هناك. وكان المسلمون يذهبون ويستنسخون القرآن عن هذه النسخة التي كانت بين المنبر وبين الجدار في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله في زمان رسول الله. ورسول الله هو الذي امر بحفظ وكتابة القرآن ولذا الصحابة حفظوا الآيات التي كانت تنزل على رسول الله وكتبوها وفي حديث يرويه صاحب مجمع البيان انه حينما نزلت ايه من القران رسول الله صلى الله عليه واله امر ان توضع تكتب في راس المئتين يعني حتى ترقيم الايات وترتيبها من رسول الله صلى الله عليه واله زين فلما توفي رسول الله انتقل الى الرفيق الاعلى الائمه كلفوا بحفظ هذا القران من جميع الجوانب حفظ رسم القران لئلا يزاد فيه شيء او ينقص فيه شيء وحفظ تفسير القران وحفظ تاويل القران فامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام بعد رسول الله جلس في داره وجمع القرآن كله رسم القرآن تفسير القرآن تأويل القرآن شأن نزول القرآن جمعه ثم عرضه لكن رفضوا هذا القرآن هذا القرآن الذي رفضوه ليس كان مجرد رسم للقرآن هذا الرسم كان موجودا البعض مثلا يقول ان عثمان هو الذي جمع القران، كلا الفعل الذي فعله عثمان كان بيد الصحابه اوراق متفرقه من القران، واحد في يوم مثلا كان حاضر نزلت ايه كتبها، نزلت سوره كتبها امر بجمع هذه الصحيفات المتفرقه واحرقها ثم ارسل مجموعه من القرائين الى سبعه مدن او الى سته مدن وواحد احتفظه او اثنان احتفظ بها في المدينه ارسل الى البصره والى الكوفه والى الشام والى مصر والى آه اليمن والى مكه ونسخه حفظها في المدينه ونسخه كانت له هكذا يعني ارسل مجموعه من القرائين وامر الناس من ان يستنسخوا من عليها هذا ليس كان حفظا للقران وجمعا له لا هذا احراق مجموعه من اوراق القران وإرسال مجموعة قرائن إلى مجموعة من المدن وإلا القرآن قبل عثمان كان مجموعا قبل أبي بكر كان مجموعا في زمان رسول الله كان مجموعا فحينما الروايات تقول لم يجمع القرآن إلا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والأئمة من بعده لا يراد مجرد الرسم وإنما يراد جميع ما يرتبط بالقرآن تفسير القرآن كان يسأل كثير من الصحابه عن ذلك كانوا يقولون لا ندري وكانوا يرجعون الى امير المؤمنين علي بن ابي علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام شاع تفسير القران عبر ابن عباس ابن عباس هو تلميذ امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وتعلم منه وما تعلمه منه كان يقوله للناس وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علمه الرسول الظاهر والباطن والتأويل، والناسخ، والمنسوخ والعام والخاص وكل ما يرتبط بالقرآن الكريم ولا يدعي أحد أنه يعرف جميع ما يرتبط بالقرآن القرآن كل شيء فيه تبيان لكل شيء زين كثير من البسائل لا نراها في ظاهر القرآن لكنها موجودة في باطن القرآن عندنا حديث شريف في تفسير آية قرآنية الآية القرآنية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تقول إن علينا جمعه وقرآنه يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ القرآن الكريم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله سبحانه وتعالى هو الذي بين القرآن لرسوله محمد صلى الله عليه وآله. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، زين ظاهر القرآن يعرفه كل من يعرف اللغة العربية. القرآن مو طلاسم مو رموز بلسان عربي مبين، زين شنو معنى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ يعني تفسير القرآن الذي يحتاج إلى تأمل تأويل القرآن الكريم العام الخاص المحكم المتشابه الناسخ المنسوخ وما إلى ذلك مما يرتبط بالقران الكريم، هذه العلوم انزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله، ثم ان علينا بيانه. هذا البيان ايضا نزل من عند الله، لكن لم ينزل لكي يكتب في المصحف. وانما انزل كاحاديث قدسيه لتفسير ما في المصحف. ولذا عندنا روايه في الكافي ايضا ويبينها شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. الآيات التي نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية زين إحنا نشوف في المصحف ستة آلاف ونيف آية زين كيف الحديث يقول سبعة ألف آية الجواب ستة آلاف ونيف نص المصحف و عشر ألف ونيف آية تفسير لهذا المصحف وبيان تأويله وما يتعلق به تلك هم آيات قرآنية لأن الآية علامة ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى آية القرآن آية التوراة الذي التي نزلت على موسى آية الإنجيل الذي أنزل على عيسى آية صحف إبراهيم آية الأحاديث القدسية آيات علائم تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صفاته وعلى صدق أنبيائه فإذا ستة آلاف ونيف نص المصحف رسم المصحف والبقية دعش ألف ونيف تفسير وتأويل وما إلى ذلك الرسول كان يفسر ويؤول القرآن لأصحابه زين هذا التفسير هذا التأويل كان بتعليم من الله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه فإذا القران بشكل كامل من جميع الجهات لم يجتمع الا عند الرسول صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول الائمه بتعليم من الرسول صلى الله عليه واله وهذا واحاديث هذا الباب تشير الى ذلك اما من يدعي التحريف في القران اكو مرويات في هذا الجانب فهذه المرويات اما لا دلاله لها على التحريف انما تذكر التاويل او التفسير واذا الها دلاله على التحريف فهي روايات ضعيفه السند ولا اعتبار بها سواء المرويه في كتب غير الشيعه او المرويه في كتب الشيعه مثلا تروي العامه في في صحيح مسلم الصحيح عندهم انه القران الكريم نزل بخمس ايات بخمس رضعات معلومات يعني في البدايه نزلت عن الرضاع بعشر رضعات ثم نسخت الى خمس رضعات فيروون عن عائشه انه هذه كانت مكتوبه تحت سرير رسول الله صلى الله عليه واله فلما مات انشغلنا بموته فجاء داجن فاكلها زين هذه الايه حسب هاي الرواية كانت من القرآن وهي تقرأ في القرآن حسب روايتهم إلى أن توفي رسول الله يعني ما كنا نسخ في التلاوة زين إجا داجن مثلا صخلة أو شيء من هالقبيل فأكل ال هذه الآية وهذه الآية ليست موجودة في المصحف ال الذي بأيدينا زين هذه الرواية تدل على تحريف القرآن لكنها رواية باطلة غير صحيحه. وهكذا اذا روايات موجوده مثلا في بعض الكتب التي تدل على التحريف، يعني بعض الروايات لا دلاله لها في مقام التفسير او التاويل، لكن التي تدل عليه فهي ضعيفه السند باطله. القران محفوظ. ولكن من جميع الجهات علمه خاص بالرسول واهل بيته عليهم الصلاه والسلام. وبينوا لنا قسما من ذلك يعني قسم من التأويل بين لنا الروايات التي وصلتنا عن رسول الله وعن الأئمة عليهم الصلاة والسلام احنا نقرأ حديث من أحاديث هذا الباب ونترك سائر الأحاديث إلى حلقات قادمة عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يعني الإمام الباقر ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل كما أنزل يعني بتفسيره وتأويله وسائر ما يتعلق به، وهذا المعنى الذي ذكرناه يدل عليه الأحاديث اللاحقة أيضاً، ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ولا إما من بعده يعني حتى هذه القراءة المشهورة التي الآن هي الشائعة بين المسلمين حفص عن عاصم عن عبد الرحمن إذا تراجعون المصاحف التي كتبت رواية هذه القراءة حفص عن عاصم عن عبد الرحمن في المصاحف مكتوب عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعثمان بن عفان وفلان وفلان لكن الصحيح أنه حفص عن عاصم عن عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب بقية الأسامي هكذا أضيفت وحفص كان من علماء الشيعة عاصم من علماء الشيعة عبد الرحمن ابن أبي النجود السلمي أو السلمي هذا ايضا كان كوفيًا من اصحاب علي بن ابي طالب، والطريف في الامر ان بعض اهل السنه ضعفوا بعض هؤلاء تضعيف، ابن حبان ضعف احد هؤلاء الثلاثه، زين انت شلون تاخذ القراءه من واحد ضعفه علمائك؟ روايه عن رسول الله لا تاخذها عن ضعيف، قراءه القران تاخذها عن ضعيف. ولم يضعف الا لتشيعه. على كل حال فالقران هذه القراءه المشهوره هي قراءه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام لانها تصل الى علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وكعب ايضا ابي بن كعب له قراءتان احدى القراءتين تتطابق مع هذه القراءه المشهوره والقراءة الأخرى لا تتطابق مع هذه القراءة المشهورة. فقراءة أُبي أيضا متطابقة مع هذه القراءة المشهورة، وأيضا هو أخذها عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إذا لا يدعي أحد أنه يعرف كل خصوصي كل خصوصيات القرآن إلا الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه واله، لماذا؟ لانهم اخذوا علمهم عن رسول الله. انا مدينه العلم وعلي بابها، اما سائر الناس لم ياخذوا من رسول الله الا القليل. في سائر الامور اضطروا الى ان يراجعوا الى الائمه، واذا لم يرجعوا الى الائمه ظلوا واضلوا. ان شاء الله الاحاديث الاخرى والمطالب الاخرى س نذكرها في حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين